السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم معلومة كل يوم. في هذا الفيديو الذي وعدتكم به بعد كل 150 فيديو أن أقوم بعمله حول أرباح القناة، تطور مشتركيها وتطور المشاهدات وعدد ساعات المشاهدة بالإضافة إلى المشتركين والأرباح. تابعوا معنا، لنذهب إلى منصة جوجل كروم وندخل إلى إحصائيات القناة من هنا. بعد الدخول إلى إحصائيات القناة نذهب إلى أناليتكس. عند ظهور خانة الأناليتكس نجد أن هنا في آخر 28 يوما كما هي ظاهرة هنا، نجد أن عدد المشاهدات هو 3700 مشاهدة، في حين أن عدد ساعات المشاهدة هو 71 ساعة. المشتركين في صعود ونزول بسبب أني قمت بتغيير محتوى القناة من محتوى إلى آخر، ومنه سنشاهد من الآن فصاعدا صعود في المشتركين بإذن الله. والأرباح نلاحظ ارتفاعها نوعا ما، ولو ارتفاع طفيف مقارنة بآخر 150 فيديو، حيث سجلت ذلك الوقت 0.7 دولار والآن تسجل حوالي 0.9 دولار. لنتكلم نوعا ما عن المشاهدة. في آخر 150 فيديو نلاحظ تطور المشاهدات مع مرور الوقت، أي مع زيادة في عدد المشاهدات في عدد الفيديوهات، نرى أيضا زيادة في عدد المشاهدات، حيث منذ 6 أيام لم نرى مشاهدات أقل من 150 مشاهدة في اليوم. نفس الشيء بالنسبة لساعات المشاهدة، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لتحقيق الربح. فمنذ 6 أو 7 أيام لم نرى ربح أقل من 0.03 دولار في اليوم. أنا أعرف أن الكمية صغيرة جدا، الربح قليل جدا، ولكن مقارنة بآخر 28 يوم السابقة أو 150 فيديو السابق هناك ارتفاع ولو طفيف، وهذا ما يشجعنا على المضي قدما بإذن الله. نذهب إلى التغطية كوفرتير، نرى أن هناك ارتفاع كبير جدا في المشاهدات أو عدد ظهور فيديوهاتي للآخرين، حيث هناك ظهور ارتفاع ب 69% من آخر 28 يوم، أي الذين شاهدوا الفيديو شاهدوا الصورة المصغرة لفيديوهاتي في آخر 28 يوم هم 55,000 مشاهدة. طودو كليكس بار امبريسيون، طودو كليكس بار امبريسيون هو ما يقال له الضغط، نسبة الضغط على المشاهد، أي الذين شاهدوا الصورة المصغرة لفيديوهاتك 5% فقط من ضغطوا عليها. من هنا يمكنك معرفة إذا كان الصورة المصغرة لك جاذبة للجمهور أم لا. 5% لا يعد معدل ضعيف جدا، لأنه المعدل، أحسن معدل يمكن لأي يوتيوبر مهما كان أن يصل إليه هو 10 إلى 11%، ومتوسط ما يمكن أن تصل إليه بين 5 حتى 7%، يمكن أن تعتبر نفسك جيد. أما إن كان 2% أو 1.5%، فهنا عليك أن تراجع الصور المصغرة لفيديوهاتك. المشاهدة قلنا طبعا هي أيضا في زيادة بالنسبة لآخر 28 يوم، حيث ارتفعت ب 57%. نذهب إلى انجاجمون، ديري فيزيوناج هو عدد ساعات المشاهدة. عدد ساعات المشاهدة ارتفع بشكل معتبر مقارنة بآخر 28 يوم، أين كان لا يسجل إلا بعض الدقائق في اليوم. ديري مويان دو فيزيوناج، أي متوسط رؤية الفيديو هي دقيقة فاصل 9 ثواني، دقيقة و9 ثواني بانخفاض طفيف
عما كان في آخر 28 يوم، حيث كان دقيقة و12 ثانية. نذهب إلى الجمهور لمعرفة الجمهور الذي يشاهدنا، ونذهب إلى فوار بلوس. نذهب إلى جرافيكس، نعمل جرافيكس عبر. نرى هذه الفيديوهات المشهورة لحد الآن: فيديو تعرف على ختان الفتيات وآثارها، يليه فيديو ارتجاج الدماغ، الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج، يليه فيديو ما هي رحلة الشتاء والصيف، ثم يليه فيديو هل تصبح روسيا قوة اقتصادية عالمية، وبعدها فيديو ما معنى اسم زهير. لنذهب إلى سيتوياسيون جيوغرافيك، أي مشاهدين من أين يشاهدون هذه القناة؟ طبعا أغلبيتهم، إن لم نقل أغلبية ليست ساحقة، ولكن أغلبيتهم من الجزائر، وبعدها من العراق بنسب متكافئة نوعا ما، ثم تأتي السعودية ومصر والمغرب بنسب متكافئة أيضا. طبعا هناك دول أخرى منها نرى الفيديوهات أمثال فلسطين وتركيا، ولكن بنسب قليلة نوعا ما. نتكلم الآن، نذهب إلى عمر من يشاهد قناتنا. العمر تقريبا هناك شريحتين عمريتين، هما ما بين 18 و24 سنة بنسبة 48%، ثم النسبة الأكبر منها هي ما بين 25 سنة حتى 34 سنة بنسبة 52%. طبعا الجنس الذي يشاهدون أكثر هم الرجال بنسبة تفوق 75%، والباقي إناث. لنذهب الآن إلى تحقيق الدخل. تحقيق الدخل، نضغط على ريفيني. تحقيق الدخل طبعا كما ترون هو في ارتفاع، يحقق 0.03، 0.02 كأقصى تقدير، ويمكن أن يصل إلى 0.1 دولار كأعلى سقف وصل إليه. طبعا المشاهد سيقول بأن هذه المبالغ التي تربحها ليست بمبلغ جيد إطلاقا مقارنة مع المجهود الذي تبذله. أقول لهم بأن هذه القناة هي قناة للمستقبل، ليس قناة للربح الحيني، ولكن بعد 3، 4، أو حتى 10 سنوات يمكنك أن تحقق الفيديو. أي الفيديو الواحد إذا كان يحقق لك مثلا 0.002 دولار لليوم الواحد، الفيديو الواحد 0.02 لو تضربها على أمد ل10 سنوات مثلا، يمكنك أن تحقق 10 أو 20 أو حتى 30 دولار. يعني أنت كما يقال بالعامية عندنا في الجزائر، ما راك خاسر والو، حط الفيديو تاعك والعمر كله هو يجيب لك في الأموال، يجلب لك الأموال. نذهب إلى ليكتور مونيتيزي، أي القراءات التي كانوا ظهر فيهم إعلان، ظهر فيهم إعلان. طبعا هي في صعود مستمر. لو رأينا إلى قبل 150 فيديو لرأينا عدد المشاهدات التي ظهر فيها الإعلانات لا تتعدى 400 مشاهدة، ولكن الآن نرى 815 المشاهدات التي ظهر فيها إعلان. طبعا تتراوح ما بين 19 مشاهدة وتصل حتى 56 مشاهدة، هذا في آخر 28 يوم. نذهب هنا إلى واجهة القناة لنرى بأن هناك ارتفاع على مستوى المشاهدات وعلى مستوى ساعات المشاهدة أيضا، كما هناك ارتفاع في الدخل بنسبة 14% بالنسبة لآخر 28 يوم. هنا الفيديوهات التي حققت أكثر مشاهدات في آخر يومين، هما هؤلاء الـ3 فيديوهات. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إلى أن نلتقي عندما أقوم بتحميل 449 فيديو لنتكلم عن إحصائيات القناة من جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
بعد هنا إلى مجموعة الفيديوهات المحملة، فنجد هذه الفيديوهات، آخر الفيديوهات المحملة، آخر 30 فيديو محمل. نرى أن هنا la visibility، أي ظهور الفيديو للناس، وهو public يعني لكل الناس. monetization active، cette vidéo est actuellement monétisée، نعم هو مطروح لكي يوضع فوقه الإعلانات. restriction، أي لا يوجد هناك اعتراض على أي شيء، سواء على اللغة، على الجنس، على اسكي موجه للأطفال الصغار أم لا. وهذا يوم التحميل، المشاهدات، التعليقات، وعدد اللايكات.